مفزع. نقدر نقول ان هذه الصور كانت على ايدي بعض المجرمين من طلبة الجامعات. ما هي هل الجامعة هنا لها دور امن؟ ما هي طلبة الجامعة طبعا احنا كلهم شريحة من المجتمع. نعم. انت عندك للأسف انا بكمل برضو الكلمة بتاع الحاج عبده الراجل الفلاح الطيب ده. ان هو بيتكلم عن شباب الجامعة بس، لا ده انا هضيف له ان شباب الارياف والقرى من سن 12 سنة ل 15 سنة بيتعاطى المخدرات في الشارع عيني عينك. وما فيش حد بيكلمهم. اين يعني دورنا احنا ايه؟ دورنا كأبهات ايه؟ دور الأسرة ايه؟ دور الشارع ايه؟ دور التعاون مع الشرطة ايه؟ تمام؟ فين احنا دورنا؟ مش شرط مش الجامعات بس للأسف، ده كل الأماكن في الأرياف والقرى التوك توك عين عينك بتباع المخدرات. نعم. تمام؟ تيجي نكلم حد يخاف. لا احنا المفروض الناس تقف بجد بجد. هو القرية المصرية يا دكتور فقدت هويتها، يعني فقدت ملامحها والتكوين الشخصي بتاعها، يعني ما عادش جزئية احترام الكبير او في راجل كبير معدي دلوقتي يبقى احنا صوتنا يكون واطي، او ان احنا لما نقف ما نقفش في قارعة الطريق. يعني حضرتك انا عارف ان حضرتك من ابناء مركز ومدينة محل الدمنة في مدينة المنصورة، هل ملامح اتغيرت؟ للأسف كمان احنا الملامح اتغيرت كتير جدا طبعا، كل شيء ضايع. نعم. يا ريت هناك تقدم وهناك تطور. فيمكن التقدم بالعكس معايا، لكن ما فيش تطور. التقدم بيرجع عكسي، يعني النظام عكسي خالص. المهم احنا مثلا حبينا في بعض الشباب عندنا مثلا بدأ عايز يعمل مبادرة لمحاربة المخدرات. جميل. معايا؟ وبدأوا يعملوا البوسترات وقلنا لهم نعمل كذا وكذا 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 وكذا. في آخر لحظة الناس تراجعت، قال لك إن احنا رحنا مركز الشرطة ومركز الشرطة هو اللي خوفنا. بمعنى؟ ده مشكلة. مركز الشرطة اللي خوفهم من التصادم مع تجار المخدرات. تمام؟ دي مشكلة كبيرة جدا. جزئية برضو عدم المبادرة أو جزئية مثلا إيه عدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أصبحت المسألة عندنا بيبقى فيها شيء من الخوف والتخوف. أنا قبل ما أختم لقائي مع حضراتكم أحتاج همسة بحب إلى أذن الشباب تحديدا. أنا هوجه الكلام النهاردة للشباب تحديدا، أبدأ بالأستاذ خالد سلام. إيه الهمسة اللي حضرتك تقولها للشباب في مصر؟ والله يعني دور جوه نفسك واكتشف نفسك وابدع. صدقني انت بني ادم، انت من بني ادم جواك، انت بني ادم نظيف ولا انا كويس ودي. يعني انا بقيسها على نفسي، انا كشخص الحمد لله ربنا اداني الموهبه ان انا اعمل حاجه، والحمد لله ثبت بيها بره مصر وكل حاجه. انت بني ادم نظيف وبني ادم كويس من جواك وادي، حتى من ادمن المخدرات لفتره. لا هو ادمن المخدرات لفتره ده ممكن بقى نرجع بقى للظروف بتاعته اللي خليته كده، بس ارجع لنفسك، ارجع نفسك وشوف انت عايز ايه. صدق يعني انت ايضا من ادمن المخدرات لفتره يستطيع ان ينظر الى نفسه ان بداخله ملكات وامكانيات. اكيد. نعم. اكيد اكيد اكيد، في حين ان انا الحمد لله ما بتعطش ولا حاجه، بس الحمد لله. بس انا باجي بقول لك كل بني ادم فينا بني ادم كويس من جواه، بس هي الظروف اللي حواليه اللي بتغيره. نعم. واخد بالك ازاي؟ فانا باجي بقول ان هو يعني انا ربنا اداني، يعني انا بقولها حتى بالنسبه للموسيقى، دور جوه نفسك وابتكر انت الموسيقى بتاعتك، هتلاقي نفسك. تمام. وهتلاقي نفسك، هتلاقي شخصيتك فيها، فبعد كده انت مثلا ممكن تكون كويس في حاجه، ابدا. ورب يعني انا عايز اقول لشباب كتير جدا، انا بقالي يعني انا من 94 تقريبا بلعب بيس جيتار. نعم. وشفت يعني عايز اشوف يعني شفت احباطات يعني الحمد لله ان انا واقف على رجلي لغايه دلوقتي. بس واجهت كل حاجه لغايه ما ثبتت نفسي. تمام. يعني زي ما قال الدكتور ابراهيم الفقي رحمه الله عليه، قال ان الشجره الواحده تصنع مليون عود كبريت، لكن عود الكبريت يستطيع ان يحرق مليون شجره. رساله للشباب من استاذ دكتور احمد عبد الخالق سلامه. انا بقول قمه يا اولادنا والله، قمه النجاح انني انطلق من الفشل. الله. صح. ده قمه النجاح. الله. جميله يا دكتور. حلو قوي. بس بدون تعليق. ضيوف الكرام استاذ خالد سلام عازف البيز جيتار ومبتكر علم العلاج بالموسيقى، واستاذ دكتور احمد خالق سلام.